الوقت انا حاولت صالحك من قبل. ديب، انا بعرف اني جرحتك كثير، بس صدقني انا ما كان قصدي هالشيء ابدا. انا ما كنت ناويه اجرحك صدقني. انا بعد اللي صار ما بقى اوثق فيك نهائيا، لهيك ما بقى تضلي توقفي بطريقي. خليني روح. ما رح خليك تروح. لا تنسى انه انا لحد هلا مرتك، ومهما كنت عنيد ما رح ارتاح لصالحك. وبلكي ما رضيت، شو رح تعملي؟ رح تحبسيني وقتها؟ ايه رح احبسك، بس مو بالكلبشات. حأحبسك بشباك حبي. أنا ما رح خليك تبعد عني أبداً ديب، ولا أنا رح بعد عنك كمان ديب. أنا آسف ديب. ألو، رح أبعت لك عنوان، روحي لهنيك بسرعة. شو القصة؟ ما بقدر أخبرك على التليفون. هنيك بخبرك. ماشي، يلا جاي. شو صار؟ اتصلوا فيك يا شرطية لتقومي بمهني؟ بدل ما تحكي حكي كبير عن الحب، الأفضل تروحي وتعملي واجبك، لأن واجبك أهم شيء. على فكرة الوعد اللي وعدتيني إياه هلأ بأنك ما رح تبعدي عني أبداً، أنت خالفتي فوراً. ديب، 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 كتير اتصلت، وين كنت لهلأ؟ ديب أنت لوين رح ترد علي؟ أنت بتعرف قديش خفت عليك؟ أنا بعثت لك رسائل واتصلت فيك وأنت ما رديت على أي شيء. ديب أنا بعرف إنك معصب مني كتير، بس لازم نحكي ونتناقش مع بعض. احكي شو ما بدك، أنا ما بنزعج منك، بس لا تضل ساكت هيك بترجاك. ديب لو سمحت احكي شيء، سكوتك هذا عم يقتلني. وكذبك عم يقتلني أنا كمان يا آروهي، ولا أنا لازم قلك يا حضرة الضابط آروهي كاشياب؟ أنت ليش عم تضيعي وقتك مع شخص مثلي؟ أكيد عندك قضايا أكتر أهمية مشان تحليها، ما هيك؟ روحي قضي وقتك بشغلك، ولا بقى تفكري فيي أبداً، مفهوم؟ صباح الخير. صباح الخير يا بنتي. الريحة طيبة كتير، في شي مميز؟ أنت محضرة كل أكلات ديب المفضلة، ها؟ ديب حبيبي، تعالوا افطار معنا، مرتك اليوم محضرت لك الفطور اللي بتحبه. أنا مالي جوعان. شو عم تقول؟ شوف مرتك تعبت كتير وحضرت كل هالفطور. أنا مالي جوعان ولا طلبت من حدا يتعب حاله ليحضر لي أي شيء. ليش عم يحكي ديب بهالطريقة؟ شو في بين أروهي وديب؟ شكلها مشكلة كبيرة. خلص ما في مشكلة عمي، رح أخذ له الفطور على غرفته. ماشي، يلا رح أرجع. عمتي كلي. أنت معصب مني أنا، شو دخل الأكل بهالموضوع؟ لا تنسى أنه اللي بهالصحن هو فطورك المفضل، كل الأكلات اللي بتحبها موجودة هون. معقول ما بدك تدوقها؟ أنا مالي جوعان. كيف يعني مو جوعان؟ أنت لازم تروح على الشغل، مو قلتلي من قبل أنه الأكل بيصير أطيب من إيدي؟ لهيك أنا رح طعميك. أنا قلتلك أني مو جوعان، يعني أنت ما بتفهمي أبداً؟ أنا ما بقى بدي منك تعملي لي أي شيء ولا شيء، وبكل الأحوال الناس اللي مثلك أنت لازم يبعدوا عن الناس اللي مثلي، مفهوم؟ ديب؟ ديب شو هذا؟ لك أنت شو عم تعمل؟ أنا بعرف أنه أنت عم تفكري ليش عم أربط هذا الخيط على إيدك؟ أكيد أنت فيك تقطعي بسهولة. ديب وقف. هذا مو خيط آروهي، هذا وعد، وعد بأنه أنت ما رح تلحقيني ولا رح تحاولي تصالحيني ولا بأي طريقة. أنت عملتي من حبي ومشاعري إلك مسخرة،
وهلأ خليني أشوف كيف رح تحترمي طلبي هاد. ديب أنا أنت وثقتي بديب مرة تانية يا روحي؟ ما بصير هالشي. أنت بشو عم تفكري؟ الحقي ديب فورا مشان تقدري تعرفي هو لوين رايح من الصبح وشو بده يعمل. ما فيني خلف ديب، أخذ مني هالوعد وما بقدر خلفه. شو؟ أخذ وعد؟ طيب ماشي، أعطيني أنا بفكه. عمي بترجاك أوعى تعمل هيك، هذا مو خيط عادي، هذا خيط الثقة تبع ديب، لهيك أنا ما فيني أقطعه وما فيني أطلع من هون لحتى يرجع ديب. شو صاير لك؟ أنت جنيتي شي؟ ديب مانو سهل أبدا مثل ما أنت مفكرة يا أروهي. ديب هلا حبسك هون لأنه رح يعمل شي غلط وخطير كتير، شي ما ممكن تتخيليه. كل شي عم يمشي حسب الخطة تبعي. بلعبة الشطرنج هي كل الجنود عم يمشوا مثل ما أنا بدي. أنا كان لازم خبر ديب كل شي من الأول، هو عارف الموضوع لحاله قبل ما أنا خبره أي شي، وهو معصب كتير مني. أنا خنت ثقته وجرحت له مشاعره من جوا. أنا عن جد غلطت غلطة كبيرة، ما كان لازم أعمل هالشي. هي هلأ بتكون عم تلوم حالة على الشي اللي ساوته معي، بس هي ما بتعرف أبداً أنه أنا مخبي سر كتير كبير عنها. أنا كان لازم خبره لديب كل شي من قبل، هو معصب مني، خلاص أنا خسرت ثقته فيني وجرحت مشاعره. أنا ارتكبت غلط كتير كبير، ما كان لازم أعمل هيك. لازم حسن علاقتي مع ديب هلأ، وساعتها أنا بقدر إني استرجع ثقته اللي خسرتها. للمرة الأخيرة رح حذرك من ديب، وبتمنى يا أروهي إنك تنتبهي على حالك معه، لأنك إذا ضليتي هيك رح تعاني منه بحياتك. وتذكري كلامي منيح. أنا بس عم أدعي للقدير بإنه يعطيها القوة حتى تقدر تتحمل الحقيقة اللي رح تعرفها بعد فترة. بسرعة روحي من هون قبل ما تشوفنا أروهي مع بعض، ووقتها كل شغلنا رح يتخربط. ديب 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 وقف. ليش هيك عم تتجاهلني ديب؟ بس هو كان عم يحكي مع حدا. آسفة كتير ما انتبهت. مين انتو؟ مسكوها. بتكون تخبت بشي مطرح. لا هو
شو عم تعملي؟ لا تحاولي تقربي أكتر من هيك، عم تفهمي؟ لسه لحد هلأ معصب منك كتير. عن جد؟ وليش اجيت لهون؟ لتنقذني من هالمجرمين؟ لكان كنت تتركني بيناتهم. خلص رح روح لعندهم. آسفة، آسفة كتير. ديب انت شو عملت في مسمار؟ وطي صوتك، لساتن هون. استنوا، بظن انه هي قدرت تهرب هالمرة. لحظة، راحوا. تعالي ديب. شكرا كتير. ليك قبل شوي انت طلعت بالسيارة وتجاهلتني وما رديت علي، وكمان مين كان معك بالسيارة؟ أروهي، انت ما بقى لك حق تسأليني اي سؤال. وشوفي من ورا سؤالك لالي، انت عم تشكي فيني يعني؟ ديب ما كنت عم شك فيك، بس انا وانا شو اللي بيضمن لي انك ما عم تشكي فيني؟ من فترة قصيرة انا حبستك بالبيت واخدت وعد، ورغم هيك انت شو عملتي بوعدك؟ انت كسرتيه. هذا مو خيط يا أروهي، هذا وعد، وعد بأنه أنت ما رح تلحقيني ولا رح تحاولي تصالحيني ولا بأي طريقة، وهلأ خليني أشوف كيف رح تحترمي طلبي. أنت هيك عم تثبتي بشكل واضح شو في بقلبك لألي. أروهي رجاءً، لو عن جد كان موجود بقلبك إلي أي مكانة، ما كان المفروض تخبي عني هيك سر. بكل الأحوال أنا ما عندي رغبة أني أحكي معك أبداً. بترجاك ديب لو سمحت، أنا ما كان بدي أكسر وعدك، أنا بس كان بدي صالحك. ديب بترجاك، أنا آسفة. ألو، وين ما كنتي هلأ تعالي لعندي فوراً، بدي شوفك. عمي ما بقدر إجي، أنا رايحة لحل الخلاف بيني وبين ديب. عمي أنا ماني عمك، أنا ضابط على منك، مفهوم؟ يلا تعالي فوراً. اسمعي، بتروحي على مكتبي بسرعة، اعملي الواجب وبعدين الأمور الشخصية. حاضر سيدي، يلا جاي. ما حدا رح يقدر يعمل أي شيء، وكل شيء بين إيدينا. غلطة صغيرة والخطة كلها رح تتدمر. ما في داعي تتصرف بهي الطريقة المجنونة، ما في داعي لحتى تهاجم أروهي أبدا. هي ما لها عائق بشغلنا ولا بأي شكل، وهي بالواقع حجر صغير لتخلي شغلنا يصير أسهل بكتير. لهيك خليك هادي شوي وخليني أنا أعمل شغلي بشكل منيح. ديب، ديب أنت ليش هيك رحت وتركني بهالطريقة؟ ديب اسمعني، أنا رحت لهنيك حتى أحكي معك، وأنت طلعت بالسيارة ورحت وما رديت علي. ديب أحكي أي شيء. أنت فكرت شي مرة بينك وبين حالك كيف ممكن يكون إحساسي؟ ديب شو صار لك؟ احكي، شبكي؟ وين جرحتي؟ أنا آسف كتير. هاي كذبة تانية لحتى تخفي أول كذبة؟ كذبة تانية؟ رح أكذب، ولو اضطريت أكذب ألف مرة لحتى تهدى فأنا رح أكذب. أنت عم تعمل شي غلط. بعرف لما أنا انجرحت هذا الشي وجعك كمان، بس ما بتبين. ليش عم تورجيني أنه أنت معصب؟ وليش عم تعمل هالتمثيلية؟ ديب أنا آسفة كتير. أنا مستعدة أعمل أي شيء لحتى أتصالح معك ديب. بحاجة مساعدة. رح يصير مثل ما أنت بدك يا أروهي. شكراً لألك. ما إجاني ولا رسالة، من وين هرمني؟ ديب ترك تليفونه هون وراح.
المصاري رح يوصل ونحن رح نفرد أجنحتنا ونطير بالسماء. هالرسالة؟ لما هالمصاري كله رح يصيروا معنا وساعتها نحن رح نفرد أجنحتنا ونطير ونحقق كل شيء بدنا إياه. هي نفس الرسالة اللي سمعناها بالتسجيل وباللغة المشفرة. هالرسالة موجودة بتليفون دي. كيف هالشي ممكن؟ هي بتليفون دي. يا ترى مين بيكون بعدها؟ لوين بيكون راح ديب؟ وقفي. عمتي شو صاير؟ انتي كيف بتتجرأي وبتمدي ايديك على تليفوني؟ انا نسيته لتليفوني بغرفة ديب وانتي انتهزت الفرصة واخدتي التليفون. عمتي هذا تليفونك؟ اذا كانت هالرسالة اجت لعندي معناها هي كمان متورطة بهالشي. لا لا مستحيل. كيف ممكن تكون عمتي؟ عمتي ليش مبين على وشك انك خايفة كتير؟ يا ترى شو السر بهالتليفون؟ عم تسألي بطريقة كأنك جاية من قسم الشرطة. بصراحة أنا ما عندي رغبة إني جاوبك على أسئلتك هي نهائيا. فهمتي؟ ما عم بقدر صدق إنه عمتي جزء من هالشي. كيف هيك؟ ألو؟ مثل ما قلتي بالضبط، الشغل تنفذ. شكراً لإلك. شو ما كانت تمام، أنا لازم أتصالح مع ديب اليوم، ومتأكدة تماماً إنه ديب رح يروق ويهدى فوراً. هو أكيد رح يرجع يوثق فيني أول ما قل له عن كل شيء. اليوم لازم ننسى كل المشاكل وتكون لإلي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.